أمدح فيك يا بكر بتول مريتي بأوتوكوس قد اختارك ربك بقبول لأجل يخلص كل نفوس بالبشرى جاك غبريال وقال شيريني أوتي بارثينوس يا مملوء فرحا وتليل أوامي طاسو كيريوس ترى الملاك الرسولين مبصاجي افجو اموس جيت اسمارو او تنثو خنيه يومي اف اسمارو او تنجيبي كاربوس ترى آلي مريم بالتهليل وخاطبها بأنجيلوس تحبل وتلد عمانوئيل بسوتير ترفم بكوزموس تحل عليك روح الله وتظللك قوة باتشويس وهو ابن العالي يدعى المولود منك هو قدوس جاوبته ست الأكوان كيف أحبل من غير ليموس ولم أعرف قط إنسان خاطبها بي أنجيلوس حبيبتك آلي صابت طعنت في السن وشايب الرؤوس حبلى ولها ستة شهورات ليس أمر عسير عند القدوس حملت مريم بأمانتها وسكن فيها الرب القدوس ومضت بسرعة لنسيبتها ودخلت بيت زخارياس إن سمعت آلي صابت صوت مريم في بارثينوس ركضت في أحشابي ثابت يؤنس بإبرودروموس حملت مريم جمر اللاهوت وقد صارت بإثرونوس وشالت رب الصباوت تسبح له طغمات وطقوس خالف أبونا دام بغوايات شيطان منجوز ودخلت فيه الحية بأوهام وأطعم شورة بيزيغولوس خرج لما أطع الكذاب وطرد برا باب الفردوس وخلف قول رب الأرباب طلع عريان من غير ملبوس
خف آدم وبقى حيران وداع عقله وبقى منقوص فتحنن الله الديان وتجسد من بارثينوس خلص آدم وزراري وكسر قوة شيطان المنجوس وفك برار ومختاري وعادهم بسرعة إلى الفردوس داوانا ببراهينه بوجود مريم تي بارثينوس وعطانا فيض نعيمه وفرحنا بيه من بعد عبوس داود أبوك قال عنك وشرح قوله في إبصال موس إلى الآلهة ظهر منك إبسوتير ترفم بكوزموس دعيتي أم ماسياس وفقتي رتبني أنجيلوس وقد ذكرك إيصائياس وتنبأ عنك عاموس رأك يوحنا شبه امرأة يقضئ بأفخار ملبوس وتمشي فوق سحاب السماء وعلى رأسها قمر وشموس رأك موسى كالعوساك ولهف في أغصانه يحوس والنار ما حرقت قط ورق العوسى جاي يا أمي إيسوس